في أبريل عقد المؤتمر السنوي لعام 2021 لمنتدى بوآو الآسيوي في بوآو بمقاطعة هاينان بجنوبي الصين. يصادف هذا العام الذكرى 20 لتأسيس المنتدى، ويعد المؤتمر السنوي هذا العام أول مؤتمر سنوي يعقد منذ أن بدأت هاينان في بناء ميناء التجارة الحرة، من منتدى الخيمة إلى منصة تبادل دولية مشهورة، ومن أكبر منطقة اقتصادية خاصة في الصين إلى ميناء للتجارة الحرة ذات الخصائص الصينية. خلال السنوات العشرين الماضية دعم منتدى بوآو الآسيوي ومقاطعة هاينان بعضهما البعض، وتعاونا في التنمية وأحرزا تقدما مشتركا، وأصبح نقطتين بارزتين لانفتاح الصين على العالم الخارجي. حققت مقاطعة هاينان زيادة ملحوظة في المؤسسات الجديدة واستخدام الاستثمار الأجنبي والتسوق من دون الضرائب، وزادت كيانات السوق الجديدة ب 763 ألف كيان في السنوات الثلاث الماضية. وتعمل هاينان بكامل طاقتها على دفع تطبيق سياسات مثل قائمة السلع المستوردة المعفية من التعريفات الجمركية وتوسيع نطاق النفاذ إلى السوق، حيث تم في السنوات الثلاث الماضية استخدام الاستثمار الأجنبي بمقدار 5,270,000,000 دولار، وتجاوز نصف قيمة الاستثمار الأجنبي المستخدم في السنوات الثلاثين الماضية. أنشأت هاينان إطار سياسات وأنظمة ميناء التجارة الحرة بشكل أولي، هذا سيساعد على رفع مكانة العملة الصينية ودعم ثانية في بناء ميناء دولي والارتقاء بمستوى مطار بوآو إلى معبر دولي. 放宽市场准入的特别措施，外商投资准入负面清单缩减为27条，让投资更自由，批准新增6家免税店，并允许邮寄送达和离岛寄存返岛提取。目前还在研究国家级展会境外展品免税的政策。 في الوقت الحاضر شكل ميناء هاينان للتجارة الحرة أكثر قائمة سلبية للسماح للاستثمارات الأجنبية بالنفاذ إلى السوق والسياسات الضريبية الأكثر ملائمة في الصين، كما تنفذ السياسات والأنظمة المختلفة بشكل فعال، ما سيساعد هاينان على أن تصبح مكاناً ساخناً في العالم للاستثمار وتطوير الأعمال.